السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عمر من موقع جوالك حياتك. النهاردة اسمحوا لي أستعرض معاكم فتح صندوق واستعراض للباور بانك من الشركة الرائعة شركة أنكر. الحقيقة ده تاني باور بانك نشتريه بعد زيرو ليمون. كنا طرحنا قبل كده باور بانك الخاص بزيرو ليمون وقلنا العيوب بتاعته والمشاكل بتاعته، وخصوصا في التقفيل، لأن هو من الواضح ان العبوة اللي بيجي فيها الباور بانك الزيرو ليمون هي سبب في ان دايما بيجي البلاستيك بتاعه مفكوك او بيكون معرض للصدمات. على العكس تماما، انكر مهتمة جدا بالتغليف بتاع الباور بانك والعبوة اللي بيجي فيها الجهاز والتقفيل بتاعه والخامة بتاعت الجهاز نفسها. شيء مختلف تماما، وتحس ان انت دفعت فلوس في حاجة محترمة تقدر ان انت تستخدمها او تشتريها وانت واثق ان هيوصلك حاجة محترمة. فخلونا نفتح الصندوق. طبعا هو الباور بانك ده بسعة اقل من الزيرو ليمون اللي كنا استعرضناه، ولكن بنفس السعر. القيمة بتاعته $50 والزيرو ليمون $50، لكن ده السعة القصوى بتاعته 15000 ملي امبير، الزيرو ليمون كان 18600. في ملحوظة اكتشفتها، طبعا انا كانت بالنسبة لي جديدة، ان الساعة اللي بتبقى مكتوبة ما بتبقاش هي الساعة الفعلية اللي انت بتحصل عليها. الباور بانك بيكون الكاباسيتي بتاعته او الساعة الخاصة بيه بتبقى ناقصة 30%. يعني مثلا ده 15000 ملي امبير، هنشيل منهم من 25 ل 30%، وتبقى هي دي الساعة الفعلية اللي موجودة اللي تقدر عن طريقها ان انت تشحن بطارية تليفونك اكتر من مرة. على حسب بقى، ممكن يعني اعتقد ان 15000 لو شلنا منها 30% هيبقى تقريبا الساعة بتاعته حوالي 11000 وشوية، حاجة زي كده. يعني ما بتبقاش ال 15000 كاملة. ودي بناء عن تجربة عملناها اكتر من مرة، وان احنا راقبنا او شفنا الجهاز ده بيشحن البطارية اكتر من مرة وبيشحنها قد ايه والسعة الخاصة بالشحن بتاعه. فدي معلومة بس حبيت ان انا اقولها لكم، لعل يكون حد عارفها قبل كده، ولعل حد زي حالاتي كده كان اول مرة يكتشف الامر ده. فخلونا نفتح الصندوق بتاع الباور بانك علشان نشوف المحتوى. طبعا زي ما بقول لكم، هم بيكونوا مهتمين جدا بالتغليف الخارجي او الداخلي، وفي الخلف هنا بيكونوا كاتبين المواصفات بتاعته، وهنا لازم بيكون التيكت ده محطوط علشان يبين اذا كان الجهاز جديد ولا لا. ده بيتباع عن طريق امازون، فامازون دايما بتحط التيكت دوت علشان تقولك الجهاز ده جديد ولا لا، لان بيبقى فيه اجهزه مستعمله. خلونا نفتح بقى الصندوق. الجهاز جوه الكرتونة بتاعته بيكون محمي من الجنبين زي ما احنا شايفين ومن الناحية دي، بحيث ان هو ما يتعرضش للصدمات زي ما حصل مع زيرو ليمون وجي قبل كده البلاستيك بتاعه مفكوك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الجهاز نفسه من بلاستيك محترم جدا، وشكل الجهاز محترم، يعني مش زي الزيرو ليمون. لو كنتوا تفتكروا لما قلت ان في مشاكل واجهتني في الزيرو ليمون، كان المدخل بتاع اليو اس بي مترحل، يعني البلاستيك مترحل، يعني زي ما نقول قافل جزء من المدخل بتاع اليو اس بي. ولما باجي ادخل الكيبل في المدخل بتاع اليو اس بي كنت بواجه صعوبه، وبحاول ان انا اركبه بطريقه صعبه شويه. لكن التقفيل بتاع جهاز انكر ممتاز جدا، وشكله جهاز قيم. الجهاز فيه المدخل اللي هو الخاص بالشحن، وفي المخرج بتاع اليو اس بي، في مخرجين، واحد امبير واثنين امبير، وفي المنتصف دوت كشاف لو انت حبيت ان انت تستخدمه في اضاءه منخفضه، او في يعني لو في ضلمه او كده ومعاك الباور بانك ممكن تستخدمه على ان هو كشاف. مفيش اي فتحات اخرى. لو ضغطت على زر الباور، هو بيبقى فيه زر باور غير الزيرو ليمون، لو ضغطت على زر الباور بينور الجهاز باربع لمض، الاربعه كل واحده فيهم الساعه بتاعتها من 0 ل 25%.
الأربعة بيكونوا 100%. المفترض إن الجهاز بيبقى جاي فيه طاقة مشحونة، طالما الأربع لومة منورة فهو فيه طاقة من 75% ل100%، يعني جاهز للاستخدام على طول. كل لمبة زي ما بقول بتنقص بتطفي، يبقى هو نقص 25% من الساعة بتاعته، أو آخر لمبة خالص لما بتبدأ إنها تنور وتطفي معنى كده إن هو خلاص فاضل فيه 5% وقارب على الانتهاء، والمفترض إن أنت تحطه يتشحن. ده بالنسبة للباور بانك. باقي محتويات الصندوق بيكون الجراب بتاعه زي بالظبط بتاع زيرو ليمون، ولكن الخامة بتاعته برضو إلى حد ما أفضل كتير من اللي موجودة في زيرو ليمون. ده علشان تقدر إنك تحتفظ بالجهاز داخل الجراب بتاعه وتستخدمه بدون ما يتعرض للخدش، وفي نفس الوقت بيكون هو فيه فتحات للتهوية علشان الجهاز ما يسخنش لو انت حبيت انك تستخدمه داخل الجراب نفسه، بالاضافة للكيبل المايكرو يو اس بي اللي انت بتقدر تستخدمه مع غالبية اجهزة الاندرويد والويندوز فون، ولو انت بقى عندك جهاز ايفون او ايباد بتضطر ان انت تستخدم الجهاز بتاع اسف الكيبل بتاع الايفون او الايباد او الايبود. طبعا انت لما بتحب انك تشحن تليفون بتحط اليو اس بي في المدخل بتاعه، وبعد كده بتوصل الموبايل بالمايكرو يو اس بي، والعكس لما بتحب ان انت تشحن الجهاز بتحط المايكرو يو اس بي في المدخل بتاعه في الجهاز وتبدأ انك تشحنه. ما بيكونش موجود مع الجهاز الفيشة بتاعت الشاحن، هو بيكون مع الكيبل فقط. الافضل ان انا بستخدم، لو انت ما عندك جالكسي تاب او ايباد يفضل ان انت تستخدم الفيشة الخاصة بالايباد او الجالكسي تاب، لان بيبقى الخارج بتاعها 2.1 امبير، وده اللي بيقدر ان هو عن طريقه تشحن الجهاز بطريقة اسرع. هو في الكتالوج بتاعه الموجود برضو في ضمن المرفقات هنلاقي هنا الكتالوج بتاع الاستخدام، الانبوت بتاعه بيبدأ من 1.5 امبير. غالبية الشواحن بتاعت الموبايلات اللي هي البطاريات بتاعتها ساعاتها صغيرة اعتقد ان بيبقى الشاحن بتاعها 1 امبير، هنا المفترض ان هو من 1.5 امبير تبدأ ان انت تشحنه. طبعا هو ممكن انك تشحنه بواحد امبير بس هياخد فترة اطول في الشحن، لكن لو بواحد ونص امبير او اعلى هياخد فترة اقرب يعني اقل في الشحن. النصيحة ان انت لما تيجي تشحن الجهاز تشحنه لحد ما اللمض كلها تنور، اخر لمبة بتفضل تنور وتطفي، ده معناها ان هو لحد 99% اللي بيشحن. اول لما تثبت اللمبة الاخيرة ويبقى الاربع لمض منورة زي ما احنا شايفين كده، لو انا حطه على الشحن يبقى كده خلاص الجهاز شحن. يفضل انك تشيل تفصل الكيبل عن المدخل بتاع المايكرو يو اس بي علشان تضمن دايما انك تحتفظ بالبطارية وادائها في افضل حال، لان لما بتشحنه زيادة بتضيع او بتقلل عمر البطارية وكفائتها. اول مرتين بس اللي بتشحنه زيادة شوية علشان البطارية تشتغل بشكل سليم. ده كان استعراض سريع طبعا للباور بانك، انا لسه ما جربتوش، هجربه اكيد وهقول لكم تجربتي بناء على الاستخدام زي ما حصل مع زيرو ليمون. لكن بشكل مبدئي باور بانك محترم جدا، سمعته كويسة جدا، الخامة بتاعته رائعة جدا، انصحكم بيه لاني كنت قبل كده نصحتكم بزيرو ليمون ومع الاسف خزلني واكتشفت ان هو ما كانش قد الاداء بتاعه او السمعة اللي احنا عرفناها عنه. ده كان استعراض سريع، بشكركم ونلتقي في شروحات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.